حرية 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 حرية. عدنا لكم مجددا أحبائي المشاهدين، وكما لاحظتم نشاهد أعدادا من المتظاهرين السلميين الذين يهتفون بالحرية. عموما سيد محمد، كيف تابعت تلك الفيديوهات المنتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان؟ نعم، هؤلاء هم الشعب السوداني من كل ألوان، الطيف السوداني والشعب السوداني هو معلم الشعوب للثورات والانتفاضات. نحن خرجنا في 84 وخرجنا في 64 وفي 85، ونحن الذين علمنا شعوب المنطقة الثورة والصمود والاستبسال. هؤلاء الجماهير الآن يحتفون، الشعب يريد إسقاط النظام وإنها سلمية. هؤلاء هم الذين سيرسمون اللوحة الجديدة التي تسر كل أبناء الشعب السوداني. هؤلاء هم الذين انكووا من نيران هذا النظام طيلة 29 سنة. هذه الثورة نتاج طبيعي لتراكم الأزمات وفشل الهزج في بناء الدولة وتوفير أبسط مقومات الحياة نتيجة لهذا الخبن المتراكم طيلة هذه السنوات. هؤلاء اليوم قرروا بأن يضعوا حد لهذه المعاناة، وهذه الثورة ستحقق أهدافها، لأن الشعب السوداني خرج من كل ربوع السودان وقالوا لن نرجع إلا بإسقاط هذا النظام. وبإذن الله نحن منتصرون، لأن الحق معنا ولأن الباطل معهم. وفي هذه اللحظات الآن مسيرة في مكرمان ومسيرة في الخرطوم ومسيرة في بحري وأموم السودان، فلذلك سيشهد العالم بهذه الثورة المجيدة التي سوف تأتي أكلها قريبا. وندع حق لهذه الإصابة لنبني سودان جديد، لنلحق برغبة الشعوب والأمم، لكي نلحق بالشعب ونلحق بدولتنا إلى الأمام بإذن الله.